بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين. اليوم الاثنين الموافق 21/9/2020 تم تحميل 15 طن من مجزر البساتين من لحوم صكوك الأضاحي على المدريات الآتية: الإسكندرية 3 طن، الدقهلية 3 طن، الغربية 3 طن، البحيرة 3 طن، كفر الشيخ 3 طن، مع كل سيارة مفتش عام من قبل الوزارة، وذلك لتسليمها لسال وكلاء الوزارة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.